أهلا بكم مشاهدينا من جديد في الحدث الاقتصادي من سودانية 24. أعلنت وزارة الطاقة والنفط اليوم الأحد تسعيرة جديدة لغاز الطبخ، وألغت أسعار بيع الغاز للمخابز. ووفق منشور للإدارة العامة للإمداد وتجارة النفط، فقد ارتفع سعر اسطوانة غاز الطبخ إلى 3200 جنيه. وكشف مصدر مطلع عن توقف جميع المستودعات وبدء عملية الجرد بغرض تطبيق السعر الجديد، ليتم دفع فرق السعر الجديد للحكومة حتى حال توفر غاز قديم بالمستودعات. قالت وزارة الثروة الحيوانية إنها نجحت في تأمين 605 ملايين دولار بفضل صادراتها خلال العام 2021. وأوضح وزير الثروة الحيوانية حافظ عبد النبي أن مبلغ 605 ملايين دولار أسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد السوداني والدخل القومي، وأقر في الوقت ذاته بوجود تحديات لا تزال تواجه قطاع الثروة الحيوانية في السودان، أبرزها ضغط البنى التحتية للمحاجر البيطرية السودانية بشقيها في الصادر الحي والمذبوح، كما اعترف بالهجرة الكبيرة للكوادر البيطرية في السودان بسبب ضعف الأجور. وأضاف الوزير أن خطة الوزارة واضحة لزيادة الإنتاج والتصدير وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخليج وآسيا وأوروبا خلال العام الجاري. أكملت مصفات الخرطوم للذهب الاشتراطات والقوانين العالمية الواجب توفرها لإنشاء بورصة الذهب في وقت صادقت فيه وزارة المالية على إنشاء البورصة. وأوضح المدير العام لمصفات الذهب مصطفى البكري كرار في مؤتمر صحفي أن الاعتمادية التي تمنح الذهب السوداني ختم الوصول إلى السوق العالمية بسويسرا هي نسبة الذهب الصافي، مؤكدا مطابقة مصفات السوداني للمصافي العالمية. وأشار إلى أن المصفات تعتمد خلال عملية استخراج الذهب على الاستفادة من المعادن المخلوطة بالذهب والعمل على إنتاجية خالصة للذهب وفق المعايير العالمية، لافتا إلى أنه من ضمن الشروط التي وضعتها بورصة دبي لمنح السودان الاعتمادية فترة 5 سنوات عمل متتالية للمصفى. ومن جانبه كشف المدير العام لسلطة تنظيم أسواق المال شوقي عزمي محمود حسنين عن ترتيبات لطرح كراسة عطاء بورصة ذهب السودان خلال هذا الأسبوع لشركات عالمية بمشاركة خبراء سودانيين. وأوضح أن إنشاء بورصة للذهب يعمل على الحد من تهريبه، مضيفا أنه سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على استقرار سعر الصرف، مبينا أن اللجنة أوصت بإتمام جميع معاملات حصائل بيع الذهب عبر الجهاز المصرفي وفق شهادة ملكية تتيح له إجراء أي تصرف مالي. وجه وزير المعادن محمد بشير أبو نمو بضرورة بحث ومعالجة المشكلات التي تواجه شركات الامتياز سواء المصدرة أو المتصدرة أو الضعيفة أو غير القادرة على الإنتاج. وأكد خلال مخاطبته الملتقى السنوي لشركات الامتياز الذي نظمته الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الامتياز، أكد إسناد ودعم وزارته اللامحدود من أجل مساعدة الشركة السودانية للقيام بدورها الرقابي على قطاع المعادن في السودان للنهوض باقتصاد البلاد وتحقيق واقع أفضل للشعب السوداني. وثمن الجهود التي ظلت تطلع بها الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة من أجل التطوير والارتقاء بقطاع المعادن في السودان. وتناول أبو نمو السياسات التي انتهجها هو منذ تسلمه مهام وزارته في استقرار الهياكل الوظيفية وتدريب الكوادر وتحديث اللوائح والقوانين المنظمة للصناعة والأنشطة التعدينية. في السياق، أكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول أهمية الملتقى السنوي لشركات الامتياز لما يحمله من دلالات ومعان في استعراض المشاكل التي تواجه شركات الامتياز وإيجاد الحلول الإنتاجية الناجعة لها بما يدفع خطى النهوض لقطاع المعادن في السودان. وأبدى أردول قلقه من المعوقات التي تواجه العديد من شركات الامتياز سواء المتعسرة أو ضعيفة الإنتاج، مبينا أن من أهداف هذا الملتقى سبر أغوار هذه المشكلات. وأمن المدير العام على ضرورة توفير الكثير من معينات العمل لدعم هذه الشركات. وقعت الحكومة السودانية واتحاد وأصحاب المصارف العربية اتفاقية مقر، وذلك من أجل تعزيز التعاون المصرفي بين السودان واتحاد المصارف العربية.
ووقع عن حكومة السودان مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات بوزارة الخارجية السفير السيد الطيب أحمد، بينما وقع عن جانب اتحاد المصارف العربية أنيس عويدات مدير الشؤون القانونية في الاتحاد. وأشار مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات بوزارة الخارجية السفير سيد الطيب أحمد إلى أن هذا الاتفاق يمثل بداية حقيقية للتعاون بين السودان واتحاد المصارف العربية ونقطة انطلاق لتطوير القطاع المصرفي والمالي في السودان. التزمت وزيرة الصناعة المكلفة المهندسة بتول عباس علام بمعالجة قضية مد الشركة شركة نير الأبيض للسكر للشبكة القومية للكهرباء من خلال الاتصال بالجهات المعنية لزيادة الطاقة المولدة من الشركة حتى تسهم في تعزيز الإمداد الكهربائي بالبلاد. وتعهدت خلال زيارة إلى موقع الشركة بنيل الأبيض بالعمل مع الجهات المعدنية لمعالجة التحديات التي تواجه مصنع السكر بالبلاد من أجل زيادة الإنتاج وتأمين فائض الصادر. وفي الأثناء أوضح نائب المدير العام للمصنع المهندس عمر حسين حمد أن إنتاج الكهرباء من البيوغاز يبلغ 10 ميجاوات ساعة إلى الشبكة القومية، والعمل جار لزيادة الطاقة الكهربائية إلى 50 ميجاوات لتغطية ولايتي النيل الأبيض وسنار. أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية استئناف صادر الماشية إلى جمهورية مصر العربية بعد توقف في أعقاب إغلاق الطريق القومي التجاري الرابط بين الخرطوم والقاهرة. وقالت الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم بالوزارة إنه تم تصدير 2300 رأس من العجول إلى مصر بعد توقف خلال الفترة الماضية بعد وضع محتجين بالولايات الشمالية ونهر النيل حواجز بالطريق القومي بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء وزيادة التكاليف الزراعية. وأشارت إدارة المحاجر إلى أن جملة صادر الماشية الحية إلى جمهورية مصر العربية بلغت خلال شهر يناير الماضي 7500 رأس من العجول. دعا مشاركون في اجتماع الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية إلى مراجعة القوانين والسياسات كافة، خاصة سياسات بنك السودان وتعدد الرسوم والجبايات وتأثير القيمة المضافة على حالة الكساد في السلع، إلى جانب قضايا النقل وارتفاع تكاليف الترحيل الداخلي وضرورة الوجود الفاعل لغرفة المستوردين في دوائر صنع القرار والسياسات الخاصة بالقطاع. كما أشاروا إلى البطء الذي ظل ملازما للإجراءات بالموانئ ووزارة التجارة. وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الصادق جلال أن أكبر المعوقات التي تواجه القطاع التجاري تتمثل في الدولار الجمركي والسياسات بالنسبة للصادر والوارد والاستيراد خارج منظومة الإيرادات، إلى جانب قضايا الضرائب، منوها إلى أهمية الطرح العلمي الذي سيتبناه الاتحاد لرؤية منسوبي القطاع حول التأثير السلبي لكثير من القرارات والسياسات التي تهم القطاع التجاري على الموازنة واستقرار سعر الدولار. ناقش اجتماع مشترك بين والي الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب ومدير بنك السودان فرع ود مدني سبل تكوين محافظة لتشغيل الشباب والخريجين والاستفادة من برنامج ريادة الأعمال الزراعية الممول عبر البنك الإفريقي للتنمية الذي يستهدف تمويل 1000 شاب. وقدم مدير البنك تقريرا مفصلا حول أداء الجهاز المصرفي خلال العام 2021. وأوضح التقرير مساهمة الجهاز في تمويل المشاريع الزراعية عبر البنك الزراعي ومؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر. من جانبه أكد والي الجزيرة اهتمام حكومة الولاية بخلق فرص لاستيعاب الشباب والخريجين في مشاريع اقتصادية وتدريب الخريجين. أكدت حكومة ولاية الجزيرة اهتمامها بتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين. وبحث والي الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب مع مجموعة من المستثمرين من أبناء الولاية توفير السلع الاستهلاكية لمقابلة شهر رمضان بأسعار تركيزية لتخفيف أعباء المعيشة، ودعم الجهود مع عدد من الجهات لتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار المنتج دعما للمواطنين لمقابلة الشهر الكريم عبر مراكز البيع المخفض والجمعيات التعاونية.
ناقش اجتماع مشترك بين والي كسل المكلف والمدير التنفيذي لصندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان اللواء أبو محمد جعفر موقف تنفيذ مشروعات الصندوق المنفذة بالولاية خاصة التي وصلت نسبة التنفيذ فيها أكثر من 50%، فضلا عن إيجاد تمويل لازم لإكمال هذه المشروعات المدعومة من قبل صناديق التنمية الكويتي وإيجاد من صندوق التنمية الكويتي وإيجاد الكوادر لتشغيلها في التعليم والصحة في القريب العاجل. وكشف المدير التنفيذي لصندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان عن اجتماع مزمع عقده مع وزير الحكم الاتحادي لبحث إيجاد التمويل للمشروعات المستمرة وإيجاد هامش الربح بالتنسيق مع الصندوق الكويتي. وأوضح مدير الصندوق أن مشروع الكهرباء بولاية كسلة وصل مرحلة متقدمة وانتهت فيه مرحلة التوليد الحراري، وسيتم تسليمه بواسطة الشركة السودانية للتوليد الحراري. وكشف عن الإشكاليات التي تواجه الكهرباء القومية والمتمثلة في عدم وجود العدادات المنزلية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين المركز والولايات والمالية الاتحادية لإيجاد التمويل اللازم لتوفير العدادات. ومن جانبه أمن الوالي المكلف على أهمية تشغيل المشروعات المنفذة من قبل الصندوق وضرورة السعي لإيجاد التمويل اللازم لتشغيلها لخدمة مواطني الولاية. وأكد الأمين العام لحكومة ولاية شمال كردفان بالإنابة عبد المنعم بشير حامد اهتمام حكومته بالعمل التنسيقي، خاصة المتعلق بالبيئة ومحاربة الجفاف وتحقيق الأمن الغذائي. وأشار خلال ورشة الأمن الغذائي ودرء أثار الجفاف التي تنظمها منظمة إيجاد بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات الاتحادية ووزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية إلى أهمية وضع خطط وبرامج تدعم قضايا البيئة والأمن الغذائي بالاستفادة من إمكانيات الولاية. وأكد تبني مخرجات الورشة والعمل على إنزالها على أرض الواقع من خلال العمل المشترك مع الجهات المعنية.